بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهارده ان احنا نتكلم على البعد الخامس في البيم اللي هو الفايف دي. ايه الفكره بقى من موضوع الفايف دي؟ اولا الثري دي هي ان انت بتعمل المبنى ثلاثي الابعاد طول وعرض وارتفاع. بفتح البرنامج ببقى شايف الموديل قدامي ثلاثي الابعاد. البعد الرابع هو ان انا بشوف المبنى بيتكون قدامي، يعني بفتح بلاقي ارض فاضيه فين المبنى، تحس ان انت رحت مكان غلط، وبعد كده تلاقي الحفر اللي ظهر قدامك، ظهرت الفونديشن، بدأ يظهر الأرضية بتاعت الدور الأولاني، الأعمدة، الكاميرات، تبدأ تظهر الحوايط، الأبواب، وهكذا لحد ما المبنى كله يكمل. البعد الخامس هو بعد تقدير التكلفة، يعني قبل ما أدخل المشروع خالص وقبل ما أعمل، أنا عملت مثلا موديل ثلاثي الأبعاد وبقول له اعمل لي حصر. خلي بالك من كلمة، أنا بقول للبرنامج اعمل لي حصر، ما بقعدش احصر حاجه حاجه، لا ده هو انا مجهز الجداول بتاعتي، الجداول جاهزه من زمان. اول ما بتدخله السوفت وير، بدخله الموديل او النموذج اللي اتعمل في البيم، هو اوتوماتيك بيبدا يعمل حصر. ليه؟ لانه عارف المعلومات. انت مش راسم ماس او راسم كتل، يعني في الاوتوكاد او في الثري دي ماكس انت بتعمل كتله، فهو شايف ان الباب والحوايط وكل حاجه مفيش فرق بينهم. انما في البيم لا، ده انا قايل له دي حيطه الماتيريال بتاعتها كذا، وعندي مثلا الابواب نوعها كذا، الاقرة نوعها كذا، شغل الكهرباء، كل التفاصيل موجوده وعارف في فرق بينهم، فهو اوتوماتيك. ودي بالكمبيوتر قوي جدا في موضوع الحسابات، قوي جدا في موضوع ان هو يحصر الحاجات ديت، فما ياخدش وقت تلاقيه يطلع لك النتيجه على طول. قال لك انت المشروع دوت هيكلفك قد كده مواد خام. ممكن اروح اقول له مثلا لا، ما تقوليش انا عندي كام باب، انا ممكن اجيبها بسهوله، لا ده انا عايز اعرف الباب دوت تكلفته كام. اكتب مثلا ان كل باب هيكلفني 100 جنيه، والصنايعي هيجي ياخد مثلا 10 جنيه، وهيكلفني اقرا قد كده، والمسامير قد كده، ولو في مقاول من الباطن هيجي يعمل لي شغلانه دي وياخد قد كده. كل المعلومات دي ببقى مدخلها في برنامج الفايف دي، تمام؟ فبيجيب لي حاجه دقيقه جدا، بيقول لي تكلفه المشروع قد ايه، تكلفة المشروع مواد خام وعمالة ومقاول من الباطن، وبيحسب برضو كل التفاصيل اللي أنا عايزها بيجيبها لي، تمام. في دراسة عملتها جامعة ستانفورد على 32 مشروع ضخم جدا، لقوا إن الدقة في حسابات التكليف قبل ما أبدأ شغل بتوصل ل 97%، بتوفر 10% من التكلفة. فبيفيدني جدا جدا ان انا ابقى عارف التكلفه قد ايه. زاد ممكن يقول لي التكلفه في كل شهر قد ايه، او كل اسبوع، او كل يوم هتكلفنا قد ايه. ده بيساعدني على اساس ان انا ابقى عارف لما اشتري المواد هيبقى عندي سيوله ماديه ولا لا، فمظبط موضوع السبلاي تشين، الحاجات تيجي امتى وتوصل امتى، بحيث ما تجيش حاجه وتتركن، او ما تجيش الحاجه بعد ما احتاجها. انا محتاجها مثلا يوم واحد في الشهر، جات لي يوم 15 في العمال قاعدين بالشغالين، فهي دقيقة جدا في موضوع التكلفة. زاد ان تعملها بالبيم، يعني احنا مثلا لما كنا بنيجي نحصر بالاوتوكاد ايام زمان كان يقول لي ايه، تيجي تشوف مثلا، خلنا مثلا في الفاير بتلاقي في ماسورة وبيبقى نازل منها سبرنكلرات، فالمسافة بين السبرنكلر والماسورة ما بقاش باين في الدور، فبتضرب انت اي ارقام على اساس ان انت مش قادر تحددها قد ايه. هل المسافه بالنسبرين كلر للماسوره الافقيه دي مثلا متر ولا نص متر، فالارقام ما كانتش بتبقى دقيقه، وهذا في المعماري والانشائي وكل حاجه، ده بس تمثال، تمام. الميزه برضو ان انا ما باخدش وقت في موضوع الحصر، ان انت بتدوس على زرار بيطلع لك النتيجه كلها جاهزه، وما تاخدش منك جهد، وما بتقعدش تحصر دور دور وتحس ان في رقم جه. طيب لو انا بعد ما اشتغلت لقيت المصمم عدل التصميم، ما بعدش الحصر كله من اول جديد، لا هو اوتوماتيك النتيجه بتطلع، فبيوفر لي شهور من الوقت اللي بيضيع في عمل الحصر. طيب بيديني برضو ان انا كاداره بقدر اخد قرار مظبوط، لان انا عارف التكلفه قد ايه وعارف الوقت قد ايه وكل حاجه، فبقدر اخد القرار المظبوط. الحصر بيبدا بمجرد ان التصميمات الاولانيه تجهز، مش لازم استنى اخر مشروع او نص المشروع عشان اعمل موضوع الحصر ده. طيب ايه اهم البرامج؟ في برنامج كوانتيك اوف، بس وقف في 2014 وبدا يعني الادوات اللي كانت موجوده فيه اضافت لنفس وركس. في برنامج اسمه انفويا، في فيكو، في كوست اكس.
ففي كذا برنامج وناس كتير اشتغلت عليه ووفروا لهم ملايين بسبب موضوع ان هو عارف بالظبط المشروع هيكلفه قد ايه فيقدر يقدم العطاء مظبوط. فاتمنى الناس تبدا كفايه بيم 3 دي وتبدا تدخل في ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي زي ما نشوف مع بعض بعد كده.